المقامة العشرون، المقامة الفارقية. حكى الحارث بن همام قال: يممت ميا فارقين مع رفقة موافقين، لا يمارون في المناجاة ولا يدرون ما طعم المداجاة، فكنت بهم كمن لم يرم عن وجاره ولا ضعن عن أليفه وجاره. فلما أنخنا بها مطايا التسيار وانتقلنا عن الأكوار إلى الأوكار، تواصينا بتذكار الصحبة وتناهينا عن التقاطع في الغربة، واتخذنا ناديا نعتمره طرفي النهار ونتهادى فيه طرف الأخبار. فبينما نحن به في بعض الأيام وقد انتظمنا في سلك الائتلام، وقف علينا ذو مقول جري وجرس جهوري، فحيا تحية نفاث في العقد قناص للأسد والنقد. ثم قال: عندي يا قوم حديث عجيب، فيه اعتبار للأبيب الأريب، رأيت في ريعان عمري أخا باسله حد الحسام القضيب، يقدم في المعرك إقدام من يقن بالفتك ولا يستريب، فيفرج الضيق بكرته حتى يرى ما كان ضنكا رحيب، ما بارز الأقران إلا انثانا عن موقف الطعن برمح خضيب، ولا سما يفتح مستصعبا مستغلق الباب منيعا مهيب، إلا ونودي حين يسمو له نصر من الله وفتح قريب. هذا وكم من ليلة باتها يميس في برد الشباب القشيب، يرتشف الغيد ويرشفنه وهو لدى الكل المفدى الحبيب، فلم يزل يبتزه دهره ما فيه من بطش وعود صليب، حتى أصارته الليالي لقا يعفه من كان منه قريب، قد أعجز الراقي تحليل ما به من الداء وأعيا الطبيب، وصارم البيض وصارمنه من بعد ما كان المجاب المجيب، وآض كالمنكوس في خلقه ومن يعش يلقى دواه المشيب، وها هو اليوم مسجا فمن يرغب في تكفين ميت غريب. ثم إنه أعلن بالنحيب وبكى بكاء المحب على الحبيب، ولما رقأت دمعته وانفثأت لوعته قال: يا نجعة الرواد وقدوة الأجواد، والله ما نطقت ببهتان ولا أخبرتكم إلا عن عيان، ولو كان في عصايا سير ولغيمي مطير لاستأثرت بما دعوتكم إليه ولما وقفت موقف الدال عليه، ولكن كيف الطيران بلا جناح وهل على من لا يجد من جناح؟ قال الراوي: فطفق القوم يأتمرون فيما يأمرون ويتخافتون فيما يأتون، فتوهم أنهم يتمالؤون على صرفه بحرمان أو مطالبته ببرهان، ففرط منه أن قال: يا يلامع القاع ويا رامع البقاع، ما هذا الارتياء الذي يأباه الحياء، حتى كأنكم كلفتم مشقة لا شقة، أو استوهبتم بلدة لا بردة، أو هززتم لكسوة البيت لا لتكفين الميت، أف لمن لا تندى صفاته ولا ترشح حصاته. فلما بصرت الجماعة بذلاقته ومرارة مذاقته رفأه كل منهم بنيله واحتمل طله خوف سيله. قال الحارث بن همام: وكان هذا السائل واقفا خلفي ومحتجبا بظهري عن طرفي، فلما أرضاه القوم بسيبهم وحق علي التأسي بهم
خلجت خاتمي من خنصري ولفت إليه بصري، فإذا هو شيخنا الساروجي بلا فرية ولا مرية، فأيقنت أنها أكذوبة تكذبها وأحبولة نصبها، إلا أنني طويت على غره وصمت شغاه عن فره، وحصبته بالخاتم وقلت ارصده لنفقة المأتم، فقال واهل لك فما أضرم شعلتك وأكرم فعلتك. ثم انطلق يسعى قدما ويهرول هرولته قدما، فنزعت إلى عرفان ميته وامتحان دعوى حميته، فقرعت ظنبوري وألهبت ألهوبي حتى أدركته على غلوة واجتليته في خلوة، فأخذت بجمع أردانه وعقته عن سنن ميدانه، وقلت له والله ما لك مني ملجأ ولا منجا أو تريني ميتك المسجى، فكشف عن سراويله وأشار إلى غرموله، فقلت له قتلك الله فما ألعبك بالنهى وأحيلك عن اللهى. ثم عدت إلى أصحابي عود الرائد الذي لا يكذب أهله ولا يبرقش قوله، فأخبرتهم بالذي رأيت وما وريت ولا رأيت، فقهقهوا من كيت وكيت ولعنوا ذلك الميت.